بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بنان الإنسان. ثبت علميا أن كل إنسان على وجه الأرض منذ سيدنا آدم عليه السلام حتى هذا العصر له بصمة خاصة به لا يشاركها فيها غيره. هذه البصمة تتميز بخطوط معقدة من الانحناءات، وهي وسيلة للتعرف على هوية الشخص. ولو كانت أصابع اليد مستوية لا تحوي هذه التعرجات، لم يتمكن المحققون من معرفة آثار الجريمة مثلا. هذه الحقيقة العلمية المكتشفة في هذا العصر الحديث أشار إليها القرآن، وأخبرنا بأن الله تعالى قادر على تسوية بنان الإنسان وهي بصماته. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بل قادرين على أن نسوي بنانه. سورة القيامة آية 4. صراحة ما نقول سبحان الله والله أعلم.